Pásele, pásele. Which one? This one? Give me $60. Windows 7. Windows 10 هذا مو Windows 7. See? So where did we go? Right there. Go up there. Okay. How much that cost? $900. ¿Cuánto sale este? Which one? Give me $2. صباح الخير، شلونكم يا رب تكونون بخير. احنا حاليا بسوق الاحد، اليوم اجينا من وقت حتى نفتح. اللي ما شاف الحلقه مال البارحه خليه يشوفها، لانه حتى يعرف شنو الاشياء اللي جبناها نبيع. مثل ما تشوفون حاليا الناس واقفين وجايين من الساعه بالأربعة الصبح، هاي كليتهم يريدون يفتحون. احد الاشخاص عراقي كان نسولف وياه هنا الساعه بالأربعة ونص الصبح يقول انا اجيت فتحت. نجي هنا ناخذ من عندهم هاي الاوراق اللي بيها معلومات، نعبيها معلومات السياره. Can I get the application? Yeah. Appreciate it. Thank you. فهاي المعلومات اذا تجون هنا عندكم اوراق مستعمله للبيع تاخذون هاي المعلومات بسيطه، الاشياء اللي عارضيها للبيع مستعمله او جديده وكم قطعه ومعلومات السياره مالتك وعنوان بيتك ومعلومات شخصيه، يعني تخلون هنا وتوقيع وتاريخ اليوم. فتح السيارة وهسه بدينا ندخل. ان شاء الله السيارة نايم نايم صح صح. وين امونجاس؟ هنا كله امونجاس. هنا الدخولية حتى ندخل نبيع الغراض لازم نعطي $25. فهاي البنية اللي واقفة نعطيها $25، بس انا ما عندي، لازم نعطيها 100. Among Us. Hola, buenos días. Yeah, used. Used? Yeah. This is Amazon return, like used stuff. I yeah. Know. Okay. I open application? Yeah. عاملها شوية، شنو 25 دولار؟ وقولي للمعامل احنا كل اسبوع بدنا نجيكم. ما تتعامل، بس ما اعرف. تقولي اعرفوا لهن. مو هنا المستعمل ب $25 الدخوليه، اما الجديد اعتقد قالوا يمكن ب $40. كون است النمره؟ اوكي. ولا الكشك هو اللي يبيعون به؟ ورانا الكشك. صدق؟ اي ورانا، بطلع انت، هاي ماكو مكان ورانا، وين توقف سيارتك؟ اوقفها على السرع هنا ورا. ماكو وين توقف؟ تروح شنو؟ بس جيبتك وتجي؟ ايه؟ لازم يصير قدامك كوم. لا انا اشوف انه مكان لازم اي مكان هنا ماكو بالاخير، هاي نص ساعه تظل مشي لك. هاي شنو هاي؟ انزل هنا انزل هنا اعطيني السياره. تاخذ السياره؟ اي اعطيني انزل انزل. انت تروح وراهم شلون؟ انزل وين اروح وراهم؟ غير تجيب التكت وتجي؟ اي انتظرك هنا تجيب التكت، لو اروح الزم سرا وياهم. وين تلزم ستة؟ اذا تروح تروح راح تطب انت بعد. ها هي اي فراح اوقف السياره اللي قدام. اي بوقف هيك على صفحه، على اليمين على اليسار، يمين يسار. لك هاي شنو هاي السياره صاير بيها؟ احنا دائما نفوت منه اوكي ما يحجون، يعني عادي يقولون يابا ادخل ادخل، بس هالمره ما اعرف اختلفت علينا اميجا. هاي همين جابوا خطيه هنا اميجو. هاي جود مورنينج. هاي الجماعه لازم يسر هنا. اكو احد يبيع لنا تيكت مالته نشتري، يعطيكم $5 زياده. نفس الشيء انا من يقولون تعال، دائما يخلونا نطلع قبل، بس اليوم ما اعرف ليش خلونا هنا. واقف بالسرعه هذا يبوا علي تعال يروح يضربنا. راح يصعد علينا. اكو ملابس، اكو هاي هاي ملابس، مو اكو اشياء يعني هاي مضمون انه تشتغل، مو ما بيها الاربعاء مو يعزل هو باعي يوم الجمعه ب $10 واخر يوم بالاسبوع ب $1 الحاجه. بصراحه ما رايح لها، بس ان الاغراض اللي يبقى من هنا يقوم يبيعهن على $1. يعني زينات وهاي وش غراضك؟
اليوم كلها باللاين. Big line. Big line today, yeah. Yeah. And we came early actually, so always take forever. شنو؟ 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 ليش؟ ما يقولوا ما هي مزاجهم يعني مرات يعني هاي يقول لك روح اطبق هنا وادفع تكت هنا. وين خليت السيارة؟ مكان آمن يعني لقيت بارك؟ إيه مكان وقفناه بس هذا مال المعوقين نقدر نجيبه هنا. هذا ماكو ما ما ماكو مال المعوقين وين؟ والله خش مكان وقفته فين؟ آه هي نرمين يم الغراض غير؟ إيه ما راح تنزل تبقى هناك؟ نرمين؟ إيه قاعدة بالسيارة شلون تنزل؟ أنا أسرع أروح أقعد يمه. شوفوا هاي الدراجة الكاوسكي كلش حلوة. هاي السيارة فان للبيع. فان شايلين الكراسي مالتها من الداخل سعرها $800 مثل ما تلاحظون وعليها رقم تليفون. هذا فورد فارغ من الداخل. هذا مو يصير بيكم، هو هذا على شكل بيكم يعني واحد ياخذه ويترسى اغراض. هو شوية تعبان بس ممكن واحد يستخدمه. شوف بيكم سعره $800 ومخليين رقم تليفون اللي يريده يتصل بهذا رقم التليفون. اذا اكو شراي يريد يشتريه. هلا 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 راح نشتري سياره. بعض الاشخاص يجون يستهدفون هذا المكان ويجون من وقت حتى يعرضون به سياراتهم اللي هي للبيع. هاي سياره نيسان مكتوب عليها للبيع، وهاي المعلومات مالتها رقم التليفون ويردونها ب 3800. موديل 2009 نيسان فيرسا 2013 شوفر ليت ب 3500 2013 3500 سالفج اتصور هاي مبين عليها مصبوغه من هالجهه. ماكو احتزونا هنا وما يمشون ما اعرف شنو الموضوع يعني راح نسوي مظاهرات. صرت ازرق راح نسوي هنا يعني مظاهرات راح يعني مظاهرات سلميه نقول لهم ليش ما طببتونا هنا؟ هنا الجماعه ضاجوا بس ما افتهم عليهم انا يعني هالبنيت كانت تترجم لي الوراي. هذا موبايلك خليه يمك. ايه مع العلم انه الناس شوفونهم راحوا فتحوا واستفتحوا وباعوا واحنا باقيين هنا لازمين سرة بالشمس. ما ظل واحد ما فتح. تعال منقص كلي تفتحت العالم يا ملل توني ويه كيف الكل انت. Doesn't matter. No, don't matter. What kind of stop you must sell? Used? Used, yes. ساعة 9:45 احنا وصلنا الساعة 6:30 أكثر من ساعتين. 16? Yeah. That way? Yes. Okay. You fine, please? Oh, sorry. I just forgot. This is the first time. 16 was the number? 16, 39. شكرا رحمة الوالديك. هذا 16/7 هذا 16/8 16/39 راح يكون من هنا على اليسار 16/39 Hi. Hello, sir. Okay. Yeah, thank you. I'm moving. The más grande está 120, el amarillo 45. تعال انت هذا مو هذا انت تعال تعال تعال. اي منين جانا ابو الكرام؟
خوش عربانة عندي. 80. One is how much? 60. It's good and everything. Yes, yes. Huh? Yes. How many? But 40. Huh? 40. Nah. I'd rather take it home and leave it at the garage. I am never hurt. Never hurt. Now, Jafar, here. Now. Please. شوي على كيف شوي طب شوي تعال بعد شوي بعد اهي قولي خليه على صفحة بعدين اخذها منك شلون هسه تري شنو ننزل الغراض اي على صفحة منا ومنا نزل منا ومنا غراض على اليمين وعلى اليسار نطلع نوصل للميوزة نوصل اصلي على اول ميز تجيب لي اياه I can give it to you for 15 too. Oh no, it's there's a wire. Yeah, okay, fine. رب الشمس حارة تقتل راح اشغل الدرون وراح تبدي الأسئلة مالتهم للبيع بيش رايدها للبيع باسلي باسل نرمي صحي باسلي As a for sale. How much you pay for it? Like 900? Yes. $900? Hey. Hey, حلوة DJI كلش حلوة. وين أخذها هاي Best Buy. Best Buy. Best Buy. على الأمازون. إيه جاهزة. جاهزة وتسجل. جاهزة صدق تسجل. لا لازم تسجل واكو مكانات بطير وكل مكان هاي لايسن مثل لايسن يعني $10 اوكي اذا قد تروح هاي مسافه 6 مايلز 6 مايلز 10 يعني 10 كيلومتر اي بعيده تروح ليش ما اخذها $900 اهلا وسهلا هاي $10 Passele. Which one? This one? Give me $60. It's brand new. Thank you. You're welcome. Take a photo.
جابني على الضيم، كنت مدللش، جابني على الضيم. احد المتابعين قال ابوك يعني المفروض يروح مكانات سياحيه، يطلع سفرات، يقعد بالبيت يرتاح. انا بالنسبه لي المتعه مالتي هي تعلمت اني باب الشرجي، تعرفون شنو باب الشرجي؟ كان عندنا محل وتجاره وبيع وشراء، متعتي هي هاي، تصليح بيع شراء. فحتى عده كامله طبعا، هو شوف هاي بلايسات وسبونات كانت عده كلش حلوه. فديوم جينا هنا ونباقت بيها هواي اشياء ثمينه يعني. حلو، هسه احنا تقريبا شدينا بقى بس يضبه، هذا واحد منهن نسائي اي 24، هذا حجمه مو 26. احلى حجم هو هذا، مريح. شوف النسائي دائما شو يكون هذا الستيرن ماله هيك مفتوح. اي صح، عكس الرجالي لا يكون هالشكل ومنحني، المراه هالشكل تقعد مرتاحه يعني. واعتقد حتى هاي النزله ما تمنا نسوي سهله على البنات يعني، بسهوله او تنزل هالشكل. البايسكل اللي بيه فتحه هنا انا هذا نسائي. رجع اوكي. This one give me 65. Yeah. This one 200 on like Amazon or no, it's not for sale. انا كنت عارفه راح يسالوني عليها هوايه. حلوة هاي الدرون، ايش قد سعرها؟ انا قمت اسال نفسي حلوة هاي الدرون ايش قد سعرها؟ So if you don't move it, does it just stay there? Yeah, just stay like this. See? So where do you go? Right there. Go up there. How much that cost? 900. What? Yeah, this is a 900. This is the cheapest one. There is a new one. It's cost like $2,000. The DJI Mavic Air 3. Wow. It's cost more. Wow. It's amazing. Yeah. Yeah, it's... So it's just doing it. Oh, you're doing it. Okay. Yeah, it's right here. You can see it. Do you want to see it? Honey. Oh, no. I don't want to crash. No, just want to see like there's a camera on it. It's 4K. Uh-huh. 60 frames per second. 4K. Really? The resolution. Wow. So, amazing. Yeah. The kids would love something like that, but I don't know, for $900 if they crash it, that's a lot of money lost. Exactly, yeah. So this has a camera on it too? Yes, it's a camera, and the resolution for the camera is 4K. Like, it's good resolution. Because I have I'm using it for my YouTube channel. Oh, I have okay. a YouTube All channel, right. like social media. Right. Yeah, so it's helped me a lot to make videos. Oh, yeah. Interesting. So if you just leave it alone, it'll just stay. Yeah, it's like this, see? And float right there. Yeah. Not gonna move. Yeah. Hey, you have a good day. Sir. You too, sir. هذا هاي حقيقي درون؟ وين هي؟ هاي درون، هاي مو درون، مو مثل هاي. يعني إذا واحد يجيني يقول أبيع لك هاي الدرون، مو هاي الفوق. ما يجون على هاي، لو على هاي محولة مال كهرباء، لو على شنو بعد بابا ضميناه؟ هذا الترمس، شنو هذا الترمس؟ كثر نفسهم عليه. شنو تلون شنو؟ هاي ورقة، مد الأرض هاي. Give me 65. This one's like 200 on Amazon and Home Depot. اكو اوراق يمك تقدر تطلع لهم. يا. طلع لهم اوراق اسعارها الاصليه بيش. Never use. Yep. Sure. انا عبالنا جايبين ويانا مي، طلع الترمس فارغ جايبينه، ما جايبين ويانا مي، عايفينه بالبيت. فهسه لازم نروح نجيب مي نشرب. هاي شنو هاي؟ والمولده مشغل مولده هنا. Bag.
The bottle of water, the big one. Yes. How much is the one? That's 3 and 3 is 6. Okay. Yeah, we're taking. Amigo, دفتح لي الألاقة. نورة الألاقة. Yeah, my amigo. So I got two. I got two. Yeah, he's got $6. هذا السبيكر طبعا احد الاصدقاء يعني والمتابعين دز لي رساله قال لي جعفر محتاج من هذا السبيكر هو بالعراق بس المشكله يعني بالعراق هذا الشحن مالته جدا جدا مكلف تشوفون ايش كبر السبيكر فيعني مثل ما نقول يطلع البطانه اغلى من الوجه Which one? Give me $2. $2. How much is that? This one? Give me $60. Yeah, it's $110 on Walmart. All right, thank you. عدي $1 You're welcome. Are you a YouTuber? Yeah, I'm a YouTuber. في سنة قلت يوتيوبر مطلت الكارت Yeah. This one? 25. It's a new. Okay, Bob. Roger the $4. Yeah, the pool $60. Okay. You take them, Baba? Mine $4. Let me see. I should do a day. عندك اربع $3 يكات يعني مايو لفات اي نسيان اعطي اربعه اربعه You're welcome. Do you need a bag? Three. بس نرمين تبيع بعد هذين الملاعب كلهن نرمين اكل دبس وراشي جايب دبس وراشي You need a bag, here is a bag. قناة على اليوتيوب حياة مهاجر ديرها البنية سارة هي من الجالية العربية سارة عندها كم هائل من المعلومات اللي تفيد كل المهاجرين واللي يريدون يهاجرون الحقيقة أنا طلعت على القناة مالتها عندها فد قابلية كلش يعني ذاكرة كلش قوية وحافظت لك إياها وحتى ما تخطأ من تقدم المعلومات نرجو من عندكم الاشتراك بالقناة مالتها ودعمها بلايك وتعليق وأي شيء طلبون من عندها راح تجاوبكم قناتها بصندوق الوصف راح أروح 5 دقائق وأرجع لأن أكو شغلة جداً ضرورية أريدها إلي أنا عندي هذا الباتري مال السيارة فمحتاج له الشاحنة عندي شاحنة بس صغيرة تأخذها يمكن 3 أيام أو 4 أيام إلا تفول البطارية البطارية مال السيارة فلازم أشوف لي شاحنة 12 فولت تكون شوية كبيرة يعني فأخذكم جولة وياي بما أنه شوية اليوم يعني السوق بطيء شنو هاي واو
شلون عطوه هاي اشكال هذا كله بولو هذا اصلي هذا البولو هاي اليوم بايسكلات هوايه من اكو بايسكلات هوايه يصير شويه يعني صعب ينباعن ف هذا المكان دائما اذا تجون عليه تلقون يعني اشياء جدا جدا رخيصه فخلي اشوف بلكت القالي شاحنة 12 فولت هاي الشاحنة اللي ادور عليها هاني هي هاي How much is the charger? Very good work. It's working? Yes, sir. Give you 20? I take it 20. خلي اشتريها افوي ثانك يو ثانك يو 30 بس شنو هاي اصليه بها 10 امبير يعني تشحن لك الباتري 10 امبير و هاي اصليه هاي اقول لك هاي اشتريت هاي بس امونغاس قفل عليها على 35 دولار هاي اصليه هاي اعتقد هيك سيريس ما اعرف شو اسمها وهاي بها 10 امبير يعني تشحن لك الباتري سريع فهي هاي اللي ادور عليها انا ويقيس لك اياها بس خلينا نفحصها ما طوله هو موجود يعني اخاف ما تشتغل شو تقول تشغلها العاكسه مو؟ شوف عاكسه اي بيها صوت اشتغلت هي هاي انا راح اشتريها انا اشتريت انا هاي اشتريتها على مود اشحن هذا الباتري شنو؟ اشتردين؟ ماي هو احنا نريد احنا لا بايعين لا مشترين واحنا مراقبين اذا متسخرين بينا جيبوا لي مي وهذا المي قومي شربيه لا هو صفى بجيبيها هو مشربي حق وقعت انا هسه على ابويا ضايج ابويا ضايج ما بايع وين عزل احنا ما في شو ما بينا موظف موظف انه شو شيل انت على الحطه بالسياره موظف لازم للكاميرا ويندوز 7 خبصت بالويندوز ويندوز 10 هذا مو ويندوز 7 هذا كلش ثمين هذا غالي لا تخلينا بنتين ولا هاي شربي مي هاي دوك مين حصلت اكثر منك باعت ب 60 دولار ما اعرف بيش وهذا اللي شنو تباع عليه نوب رجعهم بالسياره سوق مال ازواج اليوم المحترفين يشتغلون لا هي حقيقه يعني السوق اليوم اول ما اجينا اكو شاب يعني هو عراقي قال اليوم السوق تعبان وانا همين اذا باوع عليهم هنا يعني اكثر من هذا اللي باع لي السكودر اللي يشتغل على البنزين باغراض موجودات هنا والسوق صدق تعبان يعني بعدين اكو موضوع انت راح تصير عندك 100,000 متابع واني من يمك جوني بس 1500 99,000 متابع وين راحوا؟ رحمه لوالديكم شوفوهم ذولا وين راحوا 99 1000 جاني من جعفر قناه ابويا بصندوق الوصف هم هنا موجوده يعني ينزل على شغلات تعبانه يعني صدقوا بعد ما اطلع باي موضوع ولا احكي وياكم اذا ما تجون وياي هسه انا ما عندي مواضيع انشرها بس يعني نوبات تسالون جعفر سالوا يمي هو التغير عندك هو التغير يكون عندك محتوى على مود الناس تدخل على قناتك هو تخليتنا نسوي محتوى رابطين ناركل نص وعيال وياك نركض لوس انجلوس دخلوا على الفيديوهات مالاته وشوفون يعني كل شيء ماكو تسليك كله تسليك هو خذ تعطينا مجال نريد ننام ما نمنع رجلينا توجعنا من التعب وهاي الشمس تدق بينا ايش اقول لكم؟ لا انتم تعالوا وياي مباشر عقبه يجوز انا عوف جعفر افلت من يمه تجون انتم وين؟ يجون يمي ما يعرف يسوي لا مونتاج لا هاي ما يقدر كل شيء يسوي اعرف اعرف هاي مو بعرف له البارحه لما رحنا لوس انجلوس اكو فيديو صورناه بالطريق نزلته سويت له مونتاج وينه لا وين ايش وقته نزله هو بالاربع هواي متابعين دي يقولون جعفر خلي ابوك ينزل لنا فيديوهات ما دي ينزل انتظروا انا بالنسبه لي اقعد قبال الكاميرا عندي قابليه اتكلم لكم بمواضيع جدا مفيده حتى تاريخيه سبعينات ستينات تاريخ الوطن العربي ثور عيدة شنو سالفة ثور عيدة ثور عيدة صقر فليح أحد المتابعين علق قال هذا مثل صقر فليح على الماطور مال جعفر هذا المباع السكودر هذا النام على قلبنا صقر فليح الصقور يطيرونها تروح الصيد وتجي صقر فليح يروح يطير ويرجع عاد ولا أنت فايدة ما بي عاد ولا أنت ذني ثور عيدة
نفس الشيء عيدها مربية ثور، الناس تربي بقرة، تربي صقلة، يحلبوها، تخلف، هي مربية ثور وتوكل بيه صار هالمتنة، شنو الفائدة منه؟ لا يخلف لا بيه حليب، هذا مثل ما ثور عيده. بما أنه ماكو شيء راح أطير الدرون، أكو بحيرة هنا قريبة صورتها قبل بس هالمرة أريد أوديه يمها، بحيرة كلش حلوة. هاك خليها بالقاع يمك وراك. خلينا نطيرها. جعفر ودينا اياها الطياره على الدرون ونريد على المريخ، يقولون بالمريخ لقوا اثار مع الفراعنه، راس ابو الهول ما ادري منو ابو الهول نجمها عالي وقاعد بالفي وانا بالشمس. Nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel, that you deserve better than me. You can open it and you can just make sure it's everything okay. Yeah, open it. Thank you. هذول هم جايبين الغراض من هذول بالسيارة كلها تفتت عليهم. هذا بيعزل أكثر. هذا أول واحد أحسن. عزل أكثر لكن هذا صوت ماله أحلى. يعني هذا بيعزل بس صوتي مثل بيصدى شوية. هذا ما بيصدى. أقول لك شغلة. ليش انا اريد اشتري مايك نوعيه زينه اعطيك هذا المايك مالتي هذا هسه لابسه انت اعطيك اياه اخذه لك هذا الرود هذا قطعتين اخوته شايفه شلون صوت بكل شيء ها والشحن ما تبقى 45 ساعه يعني يشتغل هذا اخذه لك انا يعني بس مو اخذه لك هسه يعني لا يعني بس يوصل مالتي ذاك الدي جي اي اشتريت واحد بعد ذاك احلى دي جي اي اعطيك اياه هذا لك اي اخذه هذا لك اعطيني الدي جي اي دي جي اي جديد دي اجعج اي طيبي بعت هذني شو اسمه الصحونه جدار وعيني كبرى قد ايه اي كبير لا هذا مو جاسي يعني خذ من عندنا جوارينا ما بقى وبعنا بايسكل هنينه انت قلت يس ذس از 100 شنو باي 100 نيو نيفر يوز طلع لها الورقه تعال الورقه مكتوب 250 بعنا هذا مال التقمز هذا مال الاطفال يعني يلعبون به لان حجمه كلش كبير فبعته ب 30 لا خلينا نخلص البيعه هذول بلكي يشترون بعد كم شغله هذا نفسه اللي اشترى من عندنا هاي مال الهواء مال الاطفال وعده دي عامل you have a car because it's like yeah can you help me yeah let's go شيتو ابوي كاتب علي هنا الواحد ب 25 دولار ما ادري بني لك انا يدخل واحد ب 60 ينباع بس احنا نحب المشي الغرام موجوده جيبها هاي ثاني راح يطير نجيبه مو قص يستاهل مو قص What else do you have, my friend? Give me a picture, my friend. Maybe. Do you want to buy more stuff? Yeah. Let's go check. Can give you a good deal. You give me a good deal, okay? Yeah.
YouTube. I have YouTube channel. Yeah, I give you my YouTube channel. And this is my all social media. So I have YouTube channel and my phone number. If you like to contact me, if you need more stuff, yeah, I can take you to the warehouse and get like more stuff. And I have a big house and with the garage and I have a lot of stuff, you know. But I'm planning to buy a minivan now, but because like a bigger minivan. So do you want to buy the bikes? This one, it's $250. I can show you the paper right here. Okay. What else do you have? Let me see. This is all everything. All this stuff, it's new. Yeah. And this one, it's like. Do you have more water? Like a water pool or no more? I can bring more next, maybe. Let me know. Maybe next week. Okay. Yeah. And you can call me. Yeah. Okay. Okay. Yeah, you're welcome. اي شافت لعبة اي اي هاي لعابة شلون لعابة حلوة يا مال نرمين مونغاس مونغاس بعت اني شو كاتب عليه $25 المسبح صدق $25 ب 60 ب 70 ينباع هذا انت قلت لي مشي وهذا سويته 5 من انباع صار عزيز شو ساعة تقول لي مشي حاليا الساعة بالوحدة ونص الظهر بدأ السوق يعزل مثل ما تشوفون وراي ولهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو مشاهدات موجودة بس ماكو لايكات فوصلونا هذا الفيديو إلى 10,000 لايك وأشوفكم فيديو ثاني.